تعالى هنا حاج صافي. اول واحد قابلني قبل ما قابل سياده الوزير قبل ما يجي، احنا جينا من بدري شويه يعني، وكنا بنتكلم معاه، شرح لي المساله بطريقه مبسطه. انا راجل افندي ومش فاهم، عايزك تعمل نفس الحكايه وتشرح لنا انت بدات حكايه الراي الحديث دي امتى، او تطوير الراي بالتنقيط ده امتى؟ بدايه الراي الحديث طبعا بدايه كان بدايه من الساده المهندسين من التوجيه المائي من وزاره الموارد المائيه والري، بداوا عملوا ندوات لينا ولقاءات وتوعيه لجميع المنتفعين. كويس. بدأ امتى الكلام ده؟ الكلام ده بدأنا من سنتين بالظبط. يعني انت من سنتين كانت الارض دي بتتغمر؟ كانت بتنغمر، هي بدايه لسه يعتبر الارض دي اول دعم من الوزاره للمنتفع معانا. ايوه. عندي مساحه 19 فدان. انت دعمتنا. نفسك عندك 19 فدان؟ ايوه. الوزاره دعمتنا بمستلزمات الري الحديث. دفعت حقهم؟ لا دفعناش حقهم، تم بالتقسيط على مدار سنه، بيتقسطوا يعني من بعد سنه من الاستلام بيتم تقسيطهم للوزاره. الناس اللي هناك دي دول شغالين معاك؟ دول شغالين معانا، يعتبر هم بيعرفونا بطريقه التركيب في البدايه. يعني دول فنيين ولا دول فلاحين؟ لا دول فنيين معانا. دول فنيين معاك بيعرفونا من البدايه طريقه التركيب. على فكره الفني يعني هو ببساطه حد السباك فعلا. أيه. يعرف يركب الكلام ده. أيه. لكنه بيركب بدل العماره بتبقى راسي بيركبها على الارض افقي بالظبط كده. فالموضوع سهل يعني. الموضوع سهل، احنا بنفسنا بنبقى واقفين معاه. ايوه. احنا خلاف النهارده في الزياره يعتبر احنا بنبقى واقفين معاه ومتابعينه، نظام تركيب الفلاتر، نظام الخراطيم، نظام الصيانه. الشغلانه دي كلها ادوات بلاستيكيه. الشغلانه دي توفر معاك قد ايه فلوس؟ نعم. الشغلانه انت تكلفه زراعه الفدان في السنه كام؟ 12000 جنيه. 12000 جنيه بدم استعادهم في خلال سنه. لا لا لا, لا. انت بتصرف كام على الفدان عشان تطلع زرع؟ بصرف بالنسبه للمستلزمات. صرفك انت، صرف فلوسك انت كله على بعضه على ظرف يا اخي في 15000 جنيه. 15000 جنيه كل بزرعته، وبعد كده بيتم ده قبل كده ولا دلوقتي؟ ده دلوقتي بيبقى اكتر. قبل كده كان بيبقى كام؟ اكتر. وفي نفس الوقت انا زي معالي الوزير اتكلم ووضح ان يبقى في مسافات بالنسبه للمسائي. يعني قبل كده كان بيكلفك كام؟ قبل كده كان بيكلفك كام؟ كان بيكلفني 20000 جنيه. طبعا انا عندي توفير 5000 جنيه. عندك توفير في الفدان 5000 جنيه اللي هو بالري الحديث. بيفرق معاك حاجه في محصوله؟ طبعا بيزيني نسبه انتاج عاليه فيها. يعني انا بالنسبه لي ليه هو ممكن حد دلوقتي ممكن حد يقول لك دلوقتي مثلا انه ممكن حد يقول لك من اللي بيشوفونا دلوقتي مش فاهمين زي حالاتي يقول لك لا ما انت كان على الاول الميه اكتر الزرع احسن. لا الميه اكتر كان يعني في مثال بيقول يعني ما زاد عن حد واتقلب ضده. الميه كان بالري بالغمر ما كانش كمزارع ما ينفعش ان هو ما كانش يستطيع التحكم فيها للزراعه، ولذلك كانت بتاثر على التربه نفسها في مرض الماتوده بالنسبه ترطبها فيها نسبه رطوبه عاليه فبيتم عمل تخليها تعفن يجي لها امراض تطلع حشيشه مرض الماتوده. الماتوده كنا بنعاني منه حتى في الزراعه نفسها، ما ينفعش بعد الانتاج بعد الزراعه يتم زراعتها تاني. انت دلوقتي ال 19 فدان بتوعك ايوه كلهم بالتنقيط؟ كل بالتنقيط دلوقتي بتاع من الوزاره دعمتنا بالاستلزامات كلها مره واحده. حاليا ده كم واحد حواليك عمل زيك؟ انا عندي على بما صفتي رئيس رابطه الفرع تبع وزاره المائيه هم انشاوا الروابط فبدانا بتعميم التجربه على مستوى الزمام ومستوى الفرع. عندي مساحه 1060 فدان تم زراعه منهم يعني انت عندك 400 فدان. انت عندك 19 وفي خطه ال1000 في 400 تنفذوا من زي حالاتك دلوقتي اصحاب اراضي وفلاحين زي حالاتك اراضي